ماشي. طيب احنا نتكلم بقى في المهم بقى. اتفضل يا سيدي. نتكلم. انا هقول لك الاوضه بكام في اليوم واضرب انت في 15. لا اضرب انت، انا مش فضيله. ماشي هضرب لك انا في 15. سمعنا بقى. الاوضه في اليوم، الاوضه في اليوم ب 500,000 جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده مجنون. انت لو هتشتري الارض ب 10 جنيه. ايه ده؟ لا يعني 5,000 جنيه. لا 200 جنيه. لا. وانت كمان بتشاور له بتشقطون البعض ب 200 جنيه منقطين. 200 جنيه منقطين. 2000 2000 جنيه. ايوه على هنا على دوق. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. انتوا تهزروا. 2000 جنيه 2000 جنيه في القرف اللي عندك ده يا رمضان. ده قرف ايه؟ ده دي الاصاله العراقه عبق التاريخ. عبق ايه وهبل ايه يا رمضان؟ تاريخ ايه يا رمضان؟ دي لوكاندا ريحتها معفنه. لا ده انا سايبها بريحتها زي ما هي. يا سلام. انا في ناس بيحبوا الريحه دي. دي ناس معفنه اللي يحبوا الريحه دي. عبق التاريخ، بتخش شم العبق. 2000 حلو يا عمي، ماشي المصلحه يا سيدي. انا موافق. موافق على 2000؟ موافق على 2000 في 15 يوم. 2000 في اليوم؟ يا حبيبي في 15 يوم. 2000 في اليوم في 15 ب 2015 هو اتشال. 2030,000 جنيه. ايه 2030,000 جنيه. مفيش حاجه اسمها الرقم ده. 2030,000 جنيه ازاي؟ 2030,000 يا عمي ما تحسبها. حسبها خلاص يا رمضان، حقك عليا. معلش معانا حبايه الضغط ليه؟ قلت له رقم كبير. هتصرفهم على العلاج كده. 2030,000. تعالى بس خلاص يا رمضان، خلاص سيبه. هم قولوا خلاص. 2030,000 جنيه رحب بيهم. خلاص يا رمضان بقى، انا مش فاضيلك يا عمي. يا عمي ده يبقى مكذوب. بعد شويه نشوف 2030. ده اتلبست يا رمضان. لا ده رقم عادي. ايوه استنى رقم ايه؟ رقم عادي، انا بجيب بيه حاجه ساعه. انت هجاص يا رمضان. انت هجاص ليه؟ حاجه ساعه. انت عمرك ما شفت حاجه ساعه يا رمضان. لا يا عمي، كان عايز يتكرع فجاب ب 30,000 جنيه حاجه ساعه. ايه ده؟ اصل حاجه ساعه قوي يعني. ده انت اللي انت ساعه غاليه يعني. اللي هو بيقوله ده هو ده التكريع. معلش يا عمي، ماشي المصلحه. المهم يا سيدي انا موافق خلاص بقى. اللبس اللي انت فيه ده خلاص بقى، نكبر لك في ودنك. حاضر. انا عندي شرطين. انا موافق عليه. لا تسمعهم الاول. ماشي. عشان الاوله شرط اخره ايه؟ اخره نور. بس انا مش هدفع النور. يا سيدي انا هدفع النور وهدفع الميه وهدفع كل حاجه. ماشي. بس اسمع مني. وانا اخد ال 2030,000 جنيه. هتاخد اللي انت بتقوله ده اللي انا مش فاهمه. الشرط الاولاني، طول ما علاء بيه الوردي موجود هنا في اللوكاندا، انت وابن اخوك شغالين عندي، وانا اكرم بيه صاحب اللوكاندا. طبعا يا اكرم بيه صاحب اللوكاندا. ايوه احفظ بقى. ماشي. الشرط الثاني، لو حصل اي حاجه غلط منك وابن اخوك، لو فضحتوني قدام الراجل، هاخد الفلوس اللي دفعتها طقطقين وهكتب ده في العقد. خلاص هتاخد الفلوس اللي انت دفعتها. استنى إيه؟ وانت دفعت حاجه يا اكرم يا سيدي؟ الفلوس اللي هدفعها يا سيدي. يبقى اقول الفلوس التي سوف ادفعها. الفلوس التي سوف ادفعها هتاخدها. بالظبط كده. هديهم لك تاني يعني. يا سيدي هتديهم لي تاني بس الطقطقين. ماشي طقطقة. الايه؟ طقطقين. ايه اللي طقطقين؟ بتقولها بثقة، مفيش حاجة اسمها طقطقين. انا هاخد الفلوس مرتين دبل يعني. طقطقين.